وبركاته. النهارده بإذن الله هنتكلم عن درس جديد من دروسنا بعنوان أسماء الإشارة. أسماء الإشارة يعني إيه؟ اسم إشارة يعني كلمة بستخدمها عشان أشير بيها على الأشياء أو الأشخاص. تاني، اسم إشارة يعني كلمة بستخدمها عشان أشير بيها، يعني لما أجي أشاور على حاجة بستخدم اسم من أسماء الإشارة دي. احنا اتكلمنا وقلنا يا سنة تانية ان احنا عندنا اسماء الاشارة اتنين نوعين. اسماء الاشارة كم نوع؟ نوعين، عندنا لا اما للقريب لا اما للبعيد. تاني، عندنا بستخدم اسماء اشارة معينة لو انا شاورت على حاجة قريبة للقريب، وبستخدم اسماء اشارة معينة لو كانت للبعيد. هو احنا المفروض النهاردة هنشرح اسماء الاشارة للبعيد، بس تعالي نراجع على القريب اللي احنا خدناها قبل كده. احنا قلنا ان اسماء الاشارة للبعيد واسماء الاشارة للقريب. اسماء الاشارة للقريب قلنا هم خمسة. من هم؟ هذا وهذه وهؤلاء وهذان وهاتان. تانية سنة تانية، اسماء الاشارة للقريب خمسة: هذا وهذه وهؤلاء وهذان وهاتان. طيب، كل واحدة من أسماء الإشارة المفروض بيكون ليها بتبقى موجودة حاجة معينة. يعني هذا المفروض أنا شايف قدامها ولد واحد، فهي لمين؟ للمفرد المذكر، يعني للولد الواحد. يبقى هذا بستخدمها أما أجي أشير بيها للمفرد المذكر، يعني للولد الواحد. طب هذه هو بنت واحدة، تبقى إيه؟ للمفردة المؤنثة، يعني للبنت الواحدة. طب هؤلاء للجمع بنوعيه، يعني الولاد الكتير او البنات الكتير. يبقى تاني، اسماء الاشارة للقريب خمسة. من هم؟ هذا، ودي للمفرد المذكر يعني للولد الواحد. هذه للمفردة المؤنثة يعني البنت الواحدة. هؤلاء للجمع بنوعيه، يعني المذكر والمؤنث. طب هذان، هذان انا شايفه قدامها ولدين، يبقوا مثنى. مثنى مذكر ولا مؤنث؟ دي مذكر، يبقى هذان للمثنى المذكر، وهاتان للمثنى المؤنث يعني للبنتين الاتنين، وهذان يعني للولدين الاتنين. يبقى اسماء الاشاره لا اما اسماء الاشاره للقريب، ودي خدناها قبل كده، لا اما اسماء الاشاره للبعيد، ودي هنشرحها النهارده. اسماء الاشاره للقريب يا سنه تانيه انا قلت اللي هم خمسه. من هم؟ هذا للمفرد المذكر يعني للولد الواحد. هذه للمفرده المؤنثه يعني البنت الواحده. هؤلاء جمع بنوعيه يعني المذكر والمؤنث. هذان للمثنى المذكر يعني للولدين، وهاتان للمثنى المؤنث يعني للبنتين. اما نيجي هنا في الأمثلة، يعني انا عايزة اشاور بقى على كل حد، يعني كل صورة من دي واستخدم فيها اسم الإشارة. هنا رجل عجوز، فهقول واشاور عليه واقول هذا رجل عجوز. طب بنت، هذه بنت جميلة. طب دول عمال كتير، فهقول هؤلاء عمال ماهرون. طب دول بنات جميلة، فهقول هؤلاء بنات جميلات. طيب، يبقى كده احنا رجعنا على اسماء الاشارة للقريب. طب اسماء الاشارة للبعيد بقى يا ميس؟ اسماء الاشارة للبعيد يا سنة تانية اتنين بس. اسماء الاشارة للبعيد اتنين بس. مين هما؟ ذلك وتلك. تاني، اسماء الاشارة للقريب للبعيد اتنين بس، ذلك وتلك. طيب ذلك لمين وتلك لمين؟ يبقى اسماء الاشارة للبعيد قلنا ذلك وتلك. ذلك لمين؟ ذلك لما اشاور على حاجة بعيدة بس مفرد مذكر بعيد. يبقى تاني، ذلك للمفرد المذكر. يبقى ذلك بتساوي مين يا سنة تانية؟ في القريب بتساوي هذا. يبقى ذلك للمفرد المذكر البعيد بتساوي هذا للمفرد المذكر القريب. طب تلك للمفردة المؤنثة البعيدة، يعني عما اجي اشاور على حاجة مؤنثة بعيدة. يعني لما اقول هقول ذلك قمر وتلك شمس. هنا بيقول لي المفروض ان انا دي الامثلة، هقول ذلك قمر في السماء وتلك شمس في السماء. يبقى تاني، ذلك اسم إشارة للمفرد المذكر البعيد. يبقى ذلك بستخدمها للمفرد المذكر البعيد. طب تلك
للمفردة المؤنثة البعيدة. يبقى تاني، أسماء الإشارة للبعيد، ذلك وتلك. ذلك للمفرد المذكر يعني بتساوي هذا، وتلك للمفردة المؤنثة يعني بتساوي هذه. عم أقول ذلك قمر في السماء وتلك شمس في السماء. هنا بيقول لي لاحظ وأكمل، ذلك نهر واسع، فعشان أعملها للمفردة المؤنثة قال لي تلك بحيرة ضيقة. طيب ذلك معلم يشرح الدرس، هنا هقول ايه؟ تلك معلمة تشرح الدرس. طب هنا ذلك كتاب مفيد، فهقول تلك قصة مفيدة. نعمل بقى التدريبات يا سنة تانية. هنا بيقول لي ضع وجها ضاحكا امام الجملة الصحيحة، هنحط الوجه اللي بيضحك قدام الجملة الصح. التلميذة يحب معلمتها، صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟ عشان المفروض تبقى التلميذة تحب معلمتها. طب هذا علم ترفرف، صح ولا غلط؟ غلط. ليه؟ مفروض هذا علم يرفرف، التلميذ يذاكر دروسه. تمام، دي جملة صحيحة، هنحط قدامها وش بيضحك. طب هذا فأر يلعب، دي كمان جملة صحيحة. طب هذا شجرة تثمر، لا جملة مش صحيحة. ليه يا ميس؟ عشان هي المفروض هذه شجرة تثمر. هنا بيقول لي أكمل باسم الإشارة المناسب، هنحط اسم الإشارة المناسب. طائرة سريعة، هي الطائرة بتبقى بعيدة عني ولا قريبة يا سنة تانية؟ لا هي بعيدة، فأنا هشاور على حاجة بعيدة. بشاور، وطائرة دي مفرد مذكر ولا مفردة مؤنثة؟ مفردة مؤنثة، فهشاور عليها. أقول ذلك ولا تلك؟ هقول تلك، فقلت تلك طائرة سريعة. طب حيوانات أليفة، بصي يا سنة تانية، أي جمع غير عاقل بياخد هذه. تاني، أي جمع غير عاقل بياخد هذه. حيوانات دي جمع ولا مفرد؟ جمع. عاقل ولا غير عاقل؟ غير عاقل، فهتاخد هذه، فهقول هذه حيوانات أليفة. طيب ولد نشيط، هقول هذا ولد نشيط. طيب عمال نشيطون، هقول هؤلاء عمال نشيطون. طب زهرة جميلة، هقول هذه زهرة جميلة. طيب طائر صغير، طائر بعيد عني، فهقول ذلك طائر صغير. لذلك، عشان ذلك للمفرد المذكر البعيد. طب هنا بيقول لي عبر عن الصور الآتية بأسماء الإشارة، المفروض هنحط أسماء إشارة للبعيد. هنا لما أجي أشاور على القمر هقول إيه؟ القمر يعني مفرد مذكر، يبقى هبدأ بذلك، فهقول ذلك قمر في السماء. طيب شمس، تلك شمس في السماء. يبقى كده سنة تانية احنا خدنا ايه؟ خدنا اسماء الاشارة، وقلنا ان اسماء الاشارة لاما للقريب، ودول خمسة، هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء. قلنا اسماء الاشارة للبعيد، ودول اتنين بس اللي هما ذلك وتلك. قلنا ذلك للمفرد المذكر البعيد، وتلك للمفردة المؤنثة البعيدة. اشوفكم في درس جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.